تتتت أحشاء الإمام من حرارة ذلك السم. ترى غدات غد أيها المؤمن باكر ينزلون جنازة إمامك في ملحودتها. هذا النور، هذا النور العظيم، هذا يهيلون عليه التراب عقب هذا، عقب كل هذا العطاء. هالشكل الأمة تقابل هذا الإمام تسقيه السم. هذا على رواية، رواية ثانية راح أجيبها إليك تقول دسوا له السم في سرج دابته. يقول بعض بطيبة مدفون، هذا واحد من اللي في طيبة. أربعة قبور تقدر توصل، تقدر توصل، لكن سلامك يوصل أيها المؤمن من بعيد. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا محمد بن علي. بعض بطيبة مدفون وبعضهم بكربلاء وبعض بالغريين. هذا واحد من الذين في أرض طيبة. غدات غد ينادى، يقولون كلمة، هذه الكلمة أنت ما تسمعها إلا ذلك البعيد. إذا توفي مؤمن باكر الإمام الصادق، إذا نزل جنازة أبوه في القبر يلتفت إلى أصحابه يقول رحم الله من أهال التراب. أدمى الحشاء ألما وكحل ناظري بالحزن يوم عرى مصاب الباقر. هو باقر للعلم تعظيما له يهدى سلام محمد من جابري. يقول يوشك أن تبقى فتلقى ولدا لي من الحسين يبقر علم الدين بقرى اسمه محمد، فإذا لقيته فأبلغه عني السلام. وإحنا سلمنا على الباقر بسلام رسول الله على الباقر. بعد الصار شنه رأى هذا الإمام؟ قال ورأى بيوم الطيف مصرع جده. يقول سمعت أضلاع جدي الحسين تتكسر كما تتكسر القوارير، ويبكي دائما من يتذكر هذه المصيبة. الله أكبر، عظم الله أجوركم، بس يتذكر هذه المصيبة يبكي. يفصل مصاب الليل جرى في الغاضرية الباقر أمن العين بدمو من دمية. نوب يسمع جد الحسين ينادي الآن انكسر ظهري. نوب يسمع جد الحسين ينادي ولدي علي على الدنيا بعدك العفا صح ونادي ومصيبة. يفصل مصاب الليل جرى في الغاضرية الباقر أمن العين بدمو من دمية. يا شيعة ويهل المحبة والولاية وبعمري مصايب كربلاء عاشت معايا. الله يساعد قلبك ودايم من عيوني أهل وجري دمايا.
يحق لي وانا اللي عشت كل محنة ورزية، يحق لي اعيش العمر في ضجة ومناحة، بس اذكر المظلوم مدمية جراحة، من بعد وقعت كربلاء ما شفت راح، يحق لي وانا اللي شفت كل محنة ورزية. صيح وإماما، هذه رواية تقول دسوا له السم في طعامه، لكن عندنا رواية عن ولده الصادق تقول دسوا له السم في سرج دابته، من السموم الناعمة اللطيفة تنفذ إلى الجسم عبر المسام. عظم الله أجوركم، جلس إمامنا على ذلك السرج المسموم، تورم بدنه، سقط من على ظهر دابته. خل أسائلك يا مؤمن، خل أسائلك. سقط الإمام من على ظهر دابته، لكن هل كانت في جسمه طعنة رمح؟ هل كانت في جسمه ضربة سيف؟ لا والله. ولا جاءت أخته تنادي إن كنت حيا، لكن عمته زينب بعد أن نادت إن كنت حيا فأدركنا، رجعت إلى الخيمة يوم ما شافت جواب، وصارت بلسان الحال تتكلم ويا الحسين. أجيب إليك بس هذا البيت لأن حتما اتذكرت موقف، تقول ودي أوصل يلا مصرعك وانجدل، لكن اش بيدي لازم اذيالي، لو يقدر السجاد ينهض كان جينا. شو تسوين زينب؟ قالت ما عنده وساد، خدك انوسده وبالدمع نغسل الطبرة. سقط إمامنا من على ظهر دابته، حملوه إلى داره، ظل يتقلب على فراش المرض، اصفرت واخضرت ألوان الإمام، صار جبينه يرشح عرقا. نظر إليه أولاده، والأولاد والبنات يتحملون يا مؤمن، يشوفون أبوهم بهذه الحالة، صار كل منهم ينادي وأبتا. الباقر على أولاده حسى فيدير بالعين، ينادي العمر قواض من انقضت لسنين، من انقضت لسنين وايامي يا الاولاد، والرجس حصل من بني عدنان المراد، سلموا عليها لو اجت للبيت وفاد، قولوا ابو جعفر فادا شطر شطرين. إذا مهيئ نفسك إلى المصيبة، يقولون ما جت أرض المدينة بأهلها، يقربون المعنى يقولون كيوم مات فيه رسول الله عند احتضار الموت، مد يده أسبل رجله غمض عينيه عرق جبينه
سكن أنينه أطبق فاءه وفاضت روحه الطاهرة. أله المناد وإمام أدري شجنيت في دهركم يا أهل البيت حتى رماكم بالبلا ويدي التشتير، وإش لك عليهم يا دهر حتى استوفيت، مدريش جنى وياك حتى ماخذ قضاك. إذا عندك حاجة البيت الأخير وأسألك الدعاء، ولا بلد إلا وفيها منهم رموس منهم جماعة بكربلا دفنوا، يا هي مصيبة مصيبة المسموم في طوس، يا نازحا في طوس حي الله محيا. صح ونادي وإماما، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. يا أبا جعفر يا محمد ابن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهان.